مشاهدينا الكرام متابعينا، إذا نهاية المناورة التكريمية التي جمعت عدد من لاعبي الأندية السعودية وكذلك أبرز نجوم حواري مكة المكرمة قبل انطلاقة اللقاء الافتتاحي في بطولة الأساطير الأولى للفئات السنية. أستضيف في هذه اللحظات مدرب أكاديمية الأساطير الكابتن ياسين الخالدي. كابتن، في البداية رحب فيك عبر تيفي بازيدان، انطباعاتك الشخصية حول المناورة التكريمية التي شهدت يعني وجود أبرز لاعبي مكة المكرمة سواء على صعيد الأندية أو حتى على صعيد الحواري؟ أولا أحب أهني قناة الأستاذ خالد بازيدان، وأحب أهني الكابتن هشام الشافعي في خلف الكواليس، وأحب أهنيك أنت شخصيا. والصراحة يعني اليوم يعني أنا يعني أقول لك فرحة يعني ما أقدر أعبر عنها، لأنه الصراحة لأول مرة في مكة المكرمة دواري فئات سنية يجوا ناس أعمارهم مفتوحة وسووا مناورة استعراضية نجوم أندية رسمية ونجوم أحياء مكة. فطبعا هذه حاجات تدي دافع للشباب للمواهب القادمة، بحيث أنه يكون في اهتمام من النجوم الكبار، بحيث أنهم يتفرجوا عليهم، أنهم يعني استقطبهم قدر المستطاع، بحيث أنه نفرح النجوم الصغار، لأن النجوم الصغار دائما يعني لازم نتعامل معهم يعني كتشجيع. أول شيء التشجيع هذا إننا نجيب لهم لعيبة نجوم أندية رسمية ونجوم أحياء مكة، لأنه هو كل واحد له يعني النجم اللي معجب به طبعا، يعني يتمنى إنه يشوف النجم اللي يقلده يعني يحضر لأرض أكاديميته. يعني هذه حاجة الصراحة يعني شهادة يعني أنا أعتز فيها، وأشكر كل لاعب فرد سواء من أندية الأحياء أو سواء من نجوم الأندية السعودية. والصراحة يعني اليوم أنا مباراتي الآن تبدأ طبعا، فأنا جهزت نفسي الحمد لله على هذه المباراة. فغير كذا يعني بمشيئة الله يعني راح تشوفوا الفريق في أرض الواقع، ويعني التكنيك حقنا تكنيك أندية مثل الأندية الرسمية، تكنيك يعني أندية رسمية بحتة طبعا. والحمد لله يعني أنا شغال عليهم يعني من الآن يعني سنة تقريبا، ففي خلال سنة أنا ما أطالبهم بطولة للأمانة. يعني لو قلت لهم ما أطالبهم بطولة يعني هذه حاجة صعبة طبعا، وفرق مشاركة 32 فريق، ف 32 فريق في خلال سنة واحدة ما أطالبهم بطولة. إننا إحنا أهم شيء إننا يعني إيش أقول لك، يعني لما نستقطب أكبر مواهب بحيث إنهم يسوقون للأندية الرسمية، هذا هو الهدف لا غير. كابتن، أخيرا يعني هذا الشيء اللي كنت أريد أن أتحدث عنه، هل من الأهداف الرئيسية لديكم في إدارة أكاديمية الأساطير هو الترويج لعدد من اللاعبين في الخارج؟ والله في عروض للعيبة، بس ما بأفسح على الأندية يعني للأمانة. في أندية رسمية طبعا بيستقطبوا من عندي يعني من الأكاديمية طبعا نجوم طبعا، والله ويعني يروح اللاعب فترة تدريبية لمدة أسبوع، إذا اللاعب يعني وفق مع النادي فالنادي يتفاهم معنا، وتعاملنا طبعا التعامل سلس جدا يعني ما نصعبها. يعني الهدف عندنا إحنا إنه اللاعب ما نبغاه يتدمر في الأحياء، نبغى الأندية الرسمية تطلع للاعب هذا، ويكون بيننا وبين الأندية الرسمية علاقة شفافة، وبنفس الوقت يعني ما نهضم حق النادي ولا نهضم حق إيش حق اللاعب، يعني نقول لهم نبغى بدل تدريب فقط لا غير. جميل. كابتن ياسين، شكرا جزيلا لك في نهاية هذا اللقاء. فعلا مكة تحتاج إلى مدربين بمثل عقليتك، النهوض بلاعب كرة القدم وعدم قتل موهبته في الحواري. شكرا جزيلا لك. شكرا لك حبيبي، وأعيد وأكرر أشكرك وأشكر قناة خالد بازيدان وأشكر الكابتن هشام الشافي خلف الكواليس. الله يديكم العافية.